أعزائنا مشاهدي فضائية نورسات، نرحب بكم بحلقة جديدة من برنامجكم الصمت يتكلم مع ضيفتنا لهذا اليوم الأخت فاتن حبايبة. أهلا وسهلا سر فاتن. أهلا بك أخت كلارا وبجميع المشاهدين الكرام. تقوم الأخت فاتن بالخدمة الرعوية في رعية ماركا الشمالي وتعلم التربية المسيحية في المدرسة، ترافق الشبيبة والكشاف وجوقة الترتيل، وتهتم بكل ما يخص الكنيسة والنشاطات الرعوية. كانت مريم العذراء رفيقة حياة القديسة ماري ألفونسين منذ الصغر، وليست الإنعامات التي وصلتها بوساطة الأم البتول إلا امتداداً لهذا الحب المريمي الذي اخترق حياتها والذي دمغ بطابعه خبرتها الروحية ووصل بها الحد إلى التصريح بأنها أصبحت جريحة محبتها. ممكن تخبرينا عن علاقتها بمريم البتول؟ نعم، في البداية يسرني التحدث عن قديسة يومنا الحالي القديسة ماري ألفونسين، وللفخر بأنها مؤسسة رهبانيتنا الغالية رهبانية الوردية المقدسة. بالنسبة لعلاقتها مع أمنا مريم البتول، نحن نعلم أن الله لا يدعو مهيئين وإنما يهيئ مدعوين بطرقه الخاصة، وهكذا فقد هيئ القديسة ماري ألفونسين منذ طفولتها، إذ نشأت في عائلة مصلية تقية شديدة الإكرام لأمنا مريم البتول، وهكذا تربت على حبها منذ الطفولة، وكانت أيضا دائمة الصلاة لأمنا مريم البتول كي تسمح أن يوافق والدها على تكريسها الرهباني، وهكذا ما حدث فعلا. وفي حياتها الرهبانية توثقت بينها وبين أمنا مريم البتول علاقة بنوية حميمة من خلال تأملها العميق في أسرار سبحة الوردية، بالإضافة إلى ما قد تم لها من ظهورات ورؤى من قبل أمنا مريم البتول. بداية بالنسبة لتأملها لسبحة الوردية التي لم تكن تبرح يدها، نحن نعلم أن الوردية بأسرارها من البشارة إلى التكليل بالمجد هي تعبير عن حب أمنا مريم البتول لله ولتتميم مشيئته القدوسة. وبتأمل القديسة ماري ألفونسين العميق لأسرار سبحة الوردية دخلت في علاقة الحب هذه وحملت ثمارها للبشرية أجمع، وقد ظهر ذلك من خلال تعليمها للفتيات وجذبهن لحب أمنا مريم البتول وللتشبه بفضائلها وصفاتها، كذلك من خلال تأسيسها للعديد من الأخويات المريمية. وكذلك بتأملها العميق بأسرار السبحة شاركت أمنا مريم البتول بأفراحها وأحزانها وأمجادها، الأفراح بما حصلت عليه من فرح سماوي ومحبة للقريب، الأحزان من خلال الصعوبات والألام التي واجهتها في حياتها ورسالتها قائلة أنا ذبيحة الوردية، الأمجاد برؤيتها لمجد الله يظهر من خلال تأسيس رهبانية الوردية ورد النفوس للملكوت. هذا من ناحية علاقتها بأمنا من خلال تأملها بأسرار السبحة. أيضا من خلال الظهورات والرؤى كانت أمنا مريم البتول تمسك بيد القديسة ماري ألفونسين، ترافقها، ترشدها، تعزيها، تريها طبيعة حياة راهبة الوردية. وكانت القديسة ماري ألفونسين تصف جمال وبهاء أمنا مريم البتول وتعترف بالنعم السماوية التي منحتها إياها. وهكذا من خلال علاقة القديسة ماري ألفونسين المباشرة بأمنا مريم البتول في الظهورات وبتأملها بأسرار السبحة اتشحت بهذا الطابع المريمي الذي لم يظهر فقط في ظروف معينة من حياتها وإنما اكتسبته كحالة دائمة، إذ أن كل من رآها ميز فيها هذا الإشعاع المريمي، وقد كان يجذبهم بقوة لحب الله ولأمنا مريم البتول. نعم سر فاتن، هل حدث مع الأم ماري ألفونسين بعض الخوارق نتيجة صلاتها السبحة الوردية؟ نعم أكيد، في 24 حزيران عام 1886 في دير يافا الناصرة نجت فتاة كانت قد سقطت في بئر أثناء انتشالها للماء، وذلك بقوة صلاة القديسة ماري ألفونسين لسبحة الوردية. نعم. إذ أخذت طالبات المدرسة إلى الكنيسة عند وقوع الفتاة في البئر وصلت الوردية معهن، وبعد أن انتهت من الصلاة وكان قد مضى ساعة على سقوط الفتاة في البئر أمام الجميع، ألقت القديسة ماري ألفونسين بسبحتها في البئر مستنجدة بأمنا مريم البتول. نعم.
وعندها تقول الفتاة بأنها رأت نور وسمعت صوت يدعوها لتمسك بالحبل، وهكذا قد نجت بعد ساعة من سقوطها في البئر بأعجوبة طبعا. أيضا في إحدى عائلات بيت لحم تم شفاء امرأة ضريرة بقوة صلاة القديسة ماري ألفونسين لسبحة الوردية، إذ بعد أن أنهت الصلاة وضعت سبحتها في كأس من الماء وقطرت من الماء عيني الضريرة، وهكذا تماثلت للشفاء. وأيضا في إحدى عائلات بيت لحم وبنفس الطريقة شفي مريض كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة، إذ قامت القديسة ماري ألفونسين بوضع سبحتها في الماء ووضعت في فمه فعاد للحياة، عادت إليه الحياة. أيضا بالإضافة إلى العديد من الإنعامات السماوية التي حدثت وخاصة لطالبات ميتم بيت لحم، إذ أن القديس يوسف بنفسه قد أحضر سلال من الفواكه والخضروات للطالبات في وقت لم يكن للراهبات حقيقة أي مبلغ مادي لشرائها، وكان كله نتيجة صلاة السبحة الوردية والثقة طبعاً بالأم البتول إنها راح تنال كل ما تطلبه منها. ستنال النعم. نعم فعلا إيمانها عظيم ومميز خاصة بالنسبة لصلاة السبحة الوردية. مع ماري ألفونسين أخذت صلاة السبحة الوردية أبعادها الحقيقية، التلاوة والتأمل والحياة. بهذه الثلاثية أصبحت السبحة الوردية عندها نهج حياة وطريقا إنجيليا، فأحداث حياتها تتوالى أمامنا بانتظام على إيقاع تلاوة الوردية. سرفات، أنت كرهبة وردية، ماذا تعني لك صلاة السبحة؟ نعم، صلاة سبحة الوردية هي نهج حياتي اليومي ونهج حياة كل راهبة وردية. كما وأنني من خلال صلاة السبحة أختبر تشبهي بأمنا مريم العذراء وبفضائلها من خلال تأملي بأسرار سبحة الوردية، وكذلك ألمس نعم أمي السماوية التي تمنحني إياها أنا كابنة لها في الوردية. بالتالي أشعر وأختبر أنها صلاة سبحة الوردية كسلم أرتقي بواسطته للفضائل الرهبانية. كذلك كلما أصلي سبحة الوردية أتذكر حقيقة أني في قلب أمي مريم، كما رأتنا القديسة ماري ألفونسين في قلب أمنا مريم البتول، فأستنجد بشفاعتها وعواطفها ومساهمتها الخلاصية التي أعطيت لها من قبل الله لجذب النفوس للملكوت. وأختبر حقيقة بأن تأملي بتلاوة الوردية يجعل المسبحة حاضرة وبوضوح في سر المسيح والكنيسة، إذ عندما أتلوها بطريقة فردية أو جماعية مع أخواتي الراهبات أو مع جماعة المؤمنين، تجتمع صلاة راهبة الوردية مع صلاة المؤمنين لتتحد مع صلاة أمنا مريم البتول، فيتحقق وعدها بأن الوردية مزمعة أن تنزع من الأرض كل شر وبلية. رائع. بدي أسأل سؤال يمكن عم بدور في عقول المشاهدين حاليا، هل صلاة الوردية هي في قانون رهبنة الوردية؟ نعم، في قانون الرهبنة تلاوة أسرار الوردية بأسرارها الفرح والحزن والمجد والنور. يومياً بتصلوها جماعة ولا بشكل فردي؟ كيف بتصليها الراهبة؟ الصلاة الجماعية صلاة الصباح تشمل أسرار الفرح. نعم. وصلاة المساء تشمل أسرار المجد، أسرار الحزن هي حرة لوقت الراهبة. نعم. نعم. سرفات، ما أهمية صلاة السبحة الوردية بالنسبة للمؤمنين في أيامنا هاي؟ نعم، صلاة سبحة الوردية يا لها من صلاة بسيطة، إذ يصليها الجميع وبمراحلهم العمرية المختلفة من الطفولة إلى الشيخوخة، ويا لها أيضا من صلاة فاعلة تؤثر في نفس من يصليها وتقوده إلى محبة الفضائل ورفض الرذائل، إذ لا نعلم ماذا يدور في عقل وقلب المؤمنين عندما يتلون الوردية، لكنهم يضعون أمام أمنا مريم البتول احتياجاتهم صعوباتهم وكل آمالهم، ويلمسون شفاعتها واستجابتها لهم في كل الأمور التي تخص خيرهم وخير من يصلون لأجلهم. أنا قمت بسؤال مجموعة من المؤمنين بمراحلهم العمرية المختلفة عن أهمية سبحة الوردية بالنسبة لهم. سألت مجموعة من الأطفال فأجابوني بأنهم يفرحون عندما يتلون الوردية ويشكرون الله وأمنا مريم البتول على كل شيء وعلى كل من يهتم بهم، ويطلبون بشكل خصوصي السلام للعالم أجمع وحماية عائلاتهم من الشرور. فئة الشباب عندما سألتهم أجابوني بأنهم عندما يتلون الوردية
يشعرون بنعمة خاصة بقرب أمنا مريم البتول منهم ومن احتياجاتهم، وبأنها حاضرة لتلبيتها. عندما سألت فئة الخمسينات فما فوق، أجابوني بأن صلاة وتلاوة الوردية أصبحت كالدم الذي يجري في عروقهم، إذ يتلونها وهم يقومون حتى في أبسط الأعمال في المنزل والوظائف، كما ويلمسون قوة شفاعة أمنا مريم البتول من خلال صلاتهم للوردية لأبنائهم، فتنعكس على طريقة حياة أبنائهم وتوفيقهم. بالتالي أنا حقيقة بعدما سألت المؤمنين فرحت، لأني وجدت أن جماعة المؤمنين يختبرون بأنهم يسيرون في طريق الملكوت عندما يتلون الوردية يدا بيد مع أمنا مريم البتول. نعم، في أي رسالة أو كلمة أخيرة بتحب توجهيها للإخوة المشاهدين؟ نعم، نطلب بداية شفاعة قديستنا القديسة ماري ألفونسين حتى تعطي النعم اللازمة لنا ولعائلاتنا ولمجتمعنا وللعالم أجمع، وأطلب أيضا المواظبة على صلاة سبحة الوردية ليتحقق وعد أمنا مريم البتول بنزع الشر والبلية من الأرض. نعم سرفات، شكرا كثير على اللقاء، على المعلومات، على الروحانية الغنية اللي أغنيتينا فيها. شكرا لك سير كلارا. إن مريمية القديسة ألفونسين تميزت في تعبدها للوردية، فلقد شعرت بأنها مدعوة للمشاركة في حياة أمها مريم بالتأمل في أسرار ورديتها 15، فتكون بذلك قد شاركتها في كل المخطط التاريخي الروحي وساهمت معها ومثلها في كل أسرار الخلاص. فهي لا تريد أن تكون محدودة في حبها لأمها السماوية، بل أرادت أن تعيش بكليتها في مريم، سائرة معها من الناصرة إلى الجلجلة إلى العلية إلى السماء. إن السبحة الصلاة الأكثر انسجاماً وتطابقاً مع بساطتها وميولها تعلمتها الأم ألفونسين في بيتها الوالدي وعمقتها حتى أصبحت الوردية كنزها، إذ كانت تردد باستمرار لأخواتها تلاوة الوردية تبعد عنكن كل شر وتجعل السلام يسود في عيالكن وفي العالم أجمع. بهذه الفكرة الروحية نترككم أعزائنا وننهي حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة. أنت سيدي، أنت حاضري.